بنات ثانوي. ايه بقى بنات ثانوي؟ بيعرض مشاكل شريحه كبيره قوي موجوده، وبشوف ان دي الشريحه الاكبر المؤثره في النقد او في المشاهده يعني بشكل عام. فمبسوط ان احنا عملنا فيلم شبابي بيناقش الشريحه الكبيره دي يعني. ايه مشكلتك انت بنات ثانوي لما انت كنت في ثانوي؟ مشكلتي مع بنات ثانوي لما انا كنت في ثانوي، مشكلتي مع بنات، ما كانش عندي مشكله مع بنات ثانوي خالص يعني، كان تمام، كان حياه حلو. طب ارتبطت كم مره وانت في ثانوي؟ وانا في ثانوي مش قادر افتكر والله يعني. كانوا كتير جدا كده. كنت امور وانا صغير. ايه اكتر حاجه كانت صعبه في الفيلم؟ اكتر حاجه كانت صعبه بالنسبه لي كل مشهد عملته يعني، لان برضه هي سينما غير التلفزيون يعني، بشكل ليها شكل مختلف، فبتبقى انت عايز كل مشهد او كل كلمه تقولها بشكل يعني مهم وقوي. ايه الجديد لينا؟ رمضان ان شاء الله. يعني لسه مش مصرح لي اقول دلوقتي، بس حاجه عروسه. لا لسه والله، يا ريت يعملوا الثالث، مش عارفين. ايه هتضيفوا؟ ناويين تضيفوا ايه تاني يا ابو العروسه لو اتعمل جزء كمان ليه؟ نفسك تقدم ايه؟ اقدم الشخصيه اللي قدمتها، شخصيه يوسف يعني. كانت صعبه جدا. دي مؤلف بقى مش انا. لا بس كان ليك امكانيات بتاع عمليات وشك بقى على ربنا. يا رب يعني يبقى في تحولات كتير يعني، كان في الجزء الثاني كان ليه تحولات كتيره، فاتمنى لو في جزء ثالث ان شاء الله يبقى ليه نفس التحولات دي. شكرا.